احنا ناس بتوع فتنة، بس احنا بنتكلم على شوية ابرياء، والناس اللي احنا بنتكلم عليهم ما بيغلطوش خالص. لا لا لا، احنا بتوع فتنة ولاد لذينة، وكل اللي احنا بنتكلم عليهم دول شوية ابرياء وناس طيبة جدا، بس المشكلة دايما بتكون في الجمهور، ما بتكونش فيهم خالص. لا لا لا، يعني مثلا تاتا بونيف ما قالش كده خالص. لا لا لا، خش يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى بس يا عمدة، عشان استنى بس يا عمدة، استنى بس كده، عشان في فيديو تاني اهو. شكله كلام مش حلو. بص يا صاحبي، انا ما عنديش اي مشكله، اللي عايز يعمل فيديو يعمل، واللي عايز يقول يقول، بس ما تجيش ان انت تعمل حاجه وتعمل فيديوهات زي دي وفي الاخر تقول لي المشكله في اللي بينشره. لا يا معلم، المشكله في حد زي تاتا بونيف ده. هتقول لي بس هو الكلام ده كلام كبير وكلام عظيم، واللي بيقوله ده حاجه غلط. انا معاك ان اللي هو بيقوله حاجه غلط، بس على فكره الشخص ده قال حاجات اكتر من كده غلط وما تحاسبش. ما تعرفش ده نهج دولة ولا نهج ايه بالظبط، ولكن كل اللي انت محتاج تفهمه ان خناقة المغرب والفيفا بخصوص موعد الكان اهم بكتير. ليه اهم بكتير؟ والتهديدات، اهم تهديدات وعيد مين؟ الناس دي مؤاخذة باسوده، هم قاعدين في بيتهم، اسوده هو بيصور في بيته وهو بيتكلم على الكاميرا والمايك والكلام ده، انما وقت الجد مفيش الكلام ده. هو عارف ان المغرب والجزائر في ازمه دبلوماسيه، والازمه الدبلوماسيه دي لو استمرت لحد السنه الجايه في كاس الامم الافريقيه، اي جزائري هيتسجن في المغرب مش هياكل ليديه. دي حقيقة، أي جزائري هيتسجن في المغرب مش هياكل ليديه. فمصطفى بونيف اللي بيتكلم الكلام ده عارف كويس جدا انه لو راح اتسجن في المغرب مش هيلاقي حد يسأل عنه. فكل الكلام اللي انت بتسمعه ده عبارة عن هري، كل الكلام اللي انت بتسمعه ده عبارة عن كلام كبير، اللي هو يابا لما البطولة تيجي يعينها ربنا، اللي هو يعني ده بيكذب؟ طبعا بيكذب. هتقول لي لا يا معلم، ده بيتكلم بجد والكلام ده. الراجل ده اصلا يخاف يروح السفارة المغربية يطلب تأشيرة. طب تتكلم بجد يا صاحبي؟ يا صاحبي انت هتهزر؟ كل الجزائريين اللي هيجوا المغرب وكل الجزائريين اللي هيطلعوا من بيتهم على المغرب عارفين كويس قوي ان الساعة اللي هيغلطوا في اي كلمة فيها هيروحوا ومش هيرجعوا تاني، فدي حاجة هم متأكدين منها كويس قوي. فاقعد تصدق ان الجماهير الجزائرية ونوش والكلام الكبير ده؟ مفيش الكلام ده. هو هيروح المغرب هيقعد باحترامه، لان هو عارف ان هو ما عندوش حلول تانية غير كده. عارف ان هو لو قل ادبه هيتسجن، وهو بقى بيني بقى لو في حد سأل عنك، انت عارف يعني ايه تتسجن في بلد عندك معاه ازمه دبلوماسيه؟ مفيش حد هيسأل فيك، مش هتلاقي حد يسأل فيك، وهتقعد سنين مرمي جوه. ففكك يا معلم من الكلام بتاع مصطفى بونيف ده. اما بالنسبه لبونيف فده عايش في نص تحتاني، يعني الراجل ده عايش في نص تحتاني، مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. هو بيحب دايما يدخلك في مستنقعات. واحده من اكبر مشاكلنا ان احنا دايما بناخدهم على محمل الجديه وبنرد عليهم في الحاجات دي، ولكن اوقات انك بترد عليهم بتديلهم نوعا ما حجم اوفر هم ما يستحقوهوش بالنسبه لاصحاب الافكار اللي زي بونيف دي، لان دي مش افكار يا معلم، ده واحد معقد، ده تقريبا واحد معقد، ده واحد حلم حياته ان هو يشقط. لا ده بجد والله، ده واحد معقد حلم حياته ان هو يشقط ان هو يعمل علاقه. فكك منه يا عم، ده مالكش دعوه بيه. وساعه الجد اول ما يروح المغرب، خوا خوا خواتنا خواتنا، يا ولد انت اخويا، يا ولد يا انا وربنا اللي بيربطنا اكتر من اللي بيفرقنا. ولد انت مش كنت جاي تشقط نسوان؟ لا لا لا، انا بهزر يا ابني، يا ابني ده انت العرب وانت الرجوله وانت العز. هتقول لي على فكره الجزائريين مش منافقين؟ اقول لك انت فاهم غلط، والله العظيم انت فاهم غلط. يعني من اكبر مشاكلك انت فاهم غلط، بالعكس والله. هو هيخش يشتمك وهيعمل وهيسوي، واول ما تخش الشمه يقول لك اخي حرام، الدخول في الاعراض حرام، حرام انك تتكلم في الاعراض. ولا طب ما انت عمال تشتم؟ لا حرام يا صاحبي، حرام انك تخش في الاعراض وحرام انك تطعن في الاعراض، بس انت عمال تطعن في الاعراض. والله يا صاحبي ما تاخدنيش على محمل الجديه. ما هي دي بقى واحده من الحاجات اللي هي بتضحك، اللي هو انت بتحس انك بتتعامل
مع نكته دمها تقيل، اللي هو حد عمال يسبك وحد عمال يشتم فيك وحد عمال يهينك، واول ما بترد عليه بيقول لك على فكره اللي انت بتعمله ده حرام، اللي انت بتعمله ده حرام، واللي انت بتعمله ده ما يرضيش ربنا، اللي هو طب وان هم بيعملوه، لا احنا نعمل اللي احنا عايزينه. ففكك يا معلم من الكلام ده، انت مش هتقدر ان انت نوعا ما تنزل في المستنقع ده، فخليك خليك بعيد عن المستنقع ده،